أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وجمعة مباركة وإن شاء الله تقضوا أجازة سعيدة. حقنا احنا النهاردة عندنا برضو محاور حابين جدا ان احنا نتكلم فيها معاكم، ولكن أهم حاجة نتكلم فيها النهاردة هي آخر استعدادات الزمالك لمواجهة إنبي. الفريق بكرة إن شاء الله هينهي استعداداته للمباراة وبينهيها دايما بمران أخير، ولكن المران الأخير ده بيبقى مهم جدا لأن هو ده اللي من خلاله مستر فيريرا بيقدر يحكم يقول إيه هي التشكيلة الأساسية أو يحكم على التشكيلة الأساسية أو يحسم بيها تشكيلة لا يخوض بيها المباراة أمام إنبي. طيب عايز أقول لكم بعض من الأخبار السعيدة اللي حصلت في الساعات الأخيرة لكل جماهير نادي الزمالك، هو إن محمود حمدي الونش ظهر بمستوى كويس ومستر فيريرا مبسوط جدا بالمستوى اللي وصل ليه الونش خاصة في التدريبات الأخيرة، وتم شفائه الحمد لله من الإصابة. وعايز أقول لكم إن الونش طبعا مش محتاج أقول لكم إن هو أحسن مدافع في مصر وأحسن مدافع في إفريقيا، وإن قد إيه عودته مهمة جدا وعودته هتمثل قوة كبيرة جدا جدا لدفاع نادي الزمالك. طيب هل ممكن نشوفه في تشكيلة نادي الزمالك أساسي؟ وارد جدا، وارد جدا كمان نشوفه بديل في مباراة إنبي القادمة. لا شك أنه طبعا هيكون إضافة قوية جدا، فرصة كمان. دايما بحس ان مستر فيريرا، انا معرفش فعلا هو يعمل ايه، بس مستر فيريرا دايما بيبقى تفكيره ان هو يكسب اللاعب اللي معاه سواء راجع من اصابه او لسه داخل التشكيل من قريب، فيبتدي حساسيه المباراه. هيحاول طبعا ان هو الونش يكتسب حساسيه المباراه. الونش يا جماعه غايب بقاله اكتر من 5 شهور بسبب الاصابه اللعينه، ولكن عوده الونش واحده من الاخبار السعيده جدا جدا. وجود الونش على فكره داخل تشكيله نادي الزمالك قوه ضاربه كبيره جدا. دايما المدير الفني بيبقى محتاج لعيبه من نوعيه الونش، والونش طبعا وجوده هيفرق مع نادي الزمالك جدا. هل هيبقى بقى اساسي؟ هيشارك مثلا في الشوط الثاني الشوط الاول؟ انا ما عنديش معلومه بده، ولكن ممكن طبعا نتمنى ان احنا نشوفه في المباراه ويكتسب حساسيه المباراه، خاصه ان احنا عندنا مباريات مهمه جدا في افريقيا، فانت محتاج ان الونش يرجع ويرجع بسرعه كمان. حقيقة ان خبر عودة الونش مش بس هو الخبر السعيد الوحيد اللي معانا النهاردة، او الخبر السعيد اللي في حسابات فريرة كمان. ممكن نشوف محمود شبانة قلب الدفاع، ممكن نشوف بالحاج وناصر منسي ثنائي الوسط والهجوم. طيب شبانة وبالحاج ومنسي من الصفقات الجديدة الوافدة من في الميركاتو الشتوي، وهم طبعا صفقات قوية جدا. ولكن مستر فيريرا دايما بيبقى حريص قوي على الحته دي، ان هو لما يجي يدخلهم في المباراه ده بيبقى واحده واحده، بيبقى بالراحه عليهم، وده شفناه خلال الفتره الاخيره. المدير الفني ما بيدفعش بلعبته او ما بيحرقش اوراقه كلها مره واحده، لا لازم يجهزهم كويس جدا. لازم يشوفهم قد ايه تاقلموا مع الفريق، ما ينفعش يحرقهم ويخليهم يشاركوا على طول ويقدم كل اوراقه مرة واحدة. كان لازم كمان اللعيبة دي تنسجم بشكل كبير جدا مع الفريق، لازم تنسجم بشكل كبير جدا وتشوف تكتيك الفريق بشكله عامل ازاي. فدي واحدة من الحاجات على فكرة الإيجابيات اللي أنا بشوفها تحسب للمدير الفني، إنه اللاعب اللي معاه ما بيدخلش المباراة مرة واحدة، لا بيبقى فيه فترة استعدادات كتيرة وتجهيز كتيرة، عشان بعدين اللاعب ده أول ما يثبت نفسه خلاص هو بنسبة كبيرة طبعا بيبقى ضمن إن هو موجود في التشكيلة الأساسية. وعايز أقول لكم على حاجة، زي ما يعني الصفقات الجديدة دي قد إيه فعلا هي مهمة معانا وتفرق جدا في صفوف الفريق، ولكن دايما الجماهير هي اللي بتبقى منتظره من الثلاثي بالذات ان هم يقدموا اقصى حاجه عندهم واقصى مجهود عندهم، ولكن كمان هم برضو محتاجين الدعم الكبير جدا من الجماهير والثقه الكامله عشان يقدروا وقت ما المدير الفني يحتاجهم يقدروا يأدوا بجد بشكل كويس جدا. وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون فرصه كمان بصراحه نشوف لاعب مهم جدا، لاعب موهوب انا بشوفه من نجوم ضربه بدايه الموسم ده، هو ابراهيم انضاي. ابراهيم انضاي هو نجم الوسط، ولكن كان حظنا وحش شويه، هو كمان كان حظه وحش شويه في موضوع الاصابه اللي هو يعني حرمته من ماتشات وحرمتنا كمان من ان احنا نشوفه ونشوف الاجواء معاه ازاي داخل نادي الزمالك، ولكن واحده واحده ابتدى يشارك في المباريات. وعلى فكره
الدفع بيه او ان مستر فيريرا يخليه مثلا بديل في الشوط الثاني او نهايه الشوط الثاني، ده صح جدا 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 وقرار انا معاه فيه بنسبه 1000000%. لو تفتكروا اصابه ابراهيم انداي كانت صعبه، صعبه جدا، صعب جدا وصعب جدا ترجعه مره واحده ياخد مباراه 90 دقيقه. هو طبعا لاعب كبير ويقدر يستحمل 90 دقيقه ويقدر يكمل معاك المباراه كلها ويقدر يديك في ارض الملعب على فكره، ولكن هو الراجل يعني ابراهيم انداي راجع من اصابه، فده لازم نبقى واحده واحده عليه ونشوف هو بيرجع للملاعب مره تانية. وانا بقول لكم ابراهيم انداي مع زيه زي باقي الفريق مع المباريات، المره اللي فاتت اخد عدد دقايق اقل، المره اللي بعدها لا هياخد عدد دقايق اكتر، واحده 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 واحده، ده هيحصل برضو عنده نوع من انواع الانسجام التام، ولكن بالتدريج فهيقدر يديك على فكره يعني طوال الموسم بشكل كويس جدا. طيب خلينا نرجع تاني لاستعداداتنا امام انبي. جهاز الفني مركز حاليا في ان هو يضع اللمسات الاخيره وفي اتجاه لادخال عناصر اخرى في التشكيل وان احنا نريح اكتر من لاعب اساسي. طيب انت عندك ماتش مهم جدا وماتش صعب جدا وماتش حياه او موت وحاسم جدا بعد مباراه انبي امام شباب بلوزداد الجزائري وفي عقر داره، يعني ماتش مصيري ومهم جدا 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 لا يقل أهمية عن مباراة الترجي في بطولة دوري الأبطال، فعشان كده ممكن هنا تحصل عملية التدوير ما بين اللعيبة، وكده كده انت عندك سكواد محترم، سكواد تقيل، لعيبة على مستوى عالي جدا، سواء بقى هنريح لسيين وندفع بالباقي من اللعيبة مثلا، لا كله تمام جدا. انا شايفة ان لعيبة نادي الزمالك اي حد هيتم اختياره 11 لعيب او ال 10 لعيبه اللي هيتم اختيارهم داخل المباراه انا متاكده كويس جدا ان هم هينتهزوا الفرصه، يستغلوا الفرصه وهيأدوا بشكل كويس جدا. وتيجي بقى لمباراه شباب بلوزداد، واحده من المباريات الفارقه، مباراه فارقه يعني تعب اعصاب بشكل كبير جدا، وفرصه انك انت تاخد 3 نقاط من الدوري، تكسب مباراه انبي، تبقى رايح مشوارك في دوري ابطال افريقيا وانت واخد 3 نقاط من الدوري، فده هيخليك مركز اكتر وده هيخليك عندك الدوافع اكتر. المكسب دايما بيقول ان هو بيجيب مكسب، يعني انت لو في مباراه انبي اشتغلت بنفس الروح ونفس الاصرار بتاع مباراه الترجي انت ضمنت ال3 نقاط، ايا كان مين بقى انت بتواجه مين. طبعا بنحترم كل المنافسين ولكن دايما تبقى مركز في نفسك، انت بتواجه انبي طبعا اكيد تم التحضير بشكل كبير جدا لمباراه انبي، ولكن انت المباراه دي 3 نقاط غاليه جدا يفرقوا معاك قوي في ترتيبك في الدوري، وتقول برضو ان انت لا انا مكمل برضو مشواري في الدوري، انا مركز طبعا في دوري الابطال ولكن في الدوري المصري انا ما رميتش الفوطه عن الدوري للمره الثالثه على التوالي، لا انا لسه مصمم وعندي الاصرار، وعندك اللعيبه وعندك الامكانيات وعندك الوفره العدديه من اللعيبه اللي تخليك تحقق ده وانت مرتاح جدا، وانك تفوز. يعني انت لو فزت في مباراه انبي فانت بتفوز للمباراه الثانيه على التوالي، زي ما بقول لكم ده مهم قوي معنويا. انت عندك لعيبه مهاريه جدا زي ما احنا شفناهم في مباراه الترجي، لعيبه نادي الزمالك تقدر تخلص الماتش بسهوله جدا، فكل اللي ينقصنا شويه حته المعنويات المرتفعه، فمكسبك من انبي عندك معنويات مرتفعه تروح ماتش شباب بلوزداد تستعيد بقى سلسله الانتصارات ويرجع بقى الزمالك اللي كلنا شفناه في 2022 ما زلنا في انتظاره، الزمالك اللي قدر ان هو يحطم كل القواعد، يحطم كل الاستثنائيات، يحطم كل المستحيل، كسب دوري وكسب كاس وقدر وقتها يصنع التاريخ، يجمع ثنائيه تاريخيه. وبطمنكم ان كل الامكانيات متوفره للفريق وكمان للجهاز الفني، وان شاء الله يكون الفوز من نصيب نادي الزمالك ونحصد او نقدر احنا نخطف 3 نقاط غاليين جدا جدا وهيفرقوا معانا قوي زي ما بقول لكم في مشوارنا في الدوري، وينتهي الموسم ده بان شاء الله الزمالك بطل للدوري وبطل كمان لدوري ابطال افريقيا، هي دي الثنائيه الاهم اللي احنا دلوقتي بنبحث عنها.